80% يحملون الطريقه الصحيحه ومدفوع رسومهم وجباياتهم، و 20% اكو تهريب. عاجبك تشتغل ب 40 الف يشتغل، وتحل الساعه بالسته، ولا ما عاجبك يلا اطلع منا. وليش عندك للعراق؟ يقول والله سياحه مثلا. نسق ويا وزاره السياحه. انا تريد هذا نزل اقامه فلوس قليل، انا سوينا اقامه. لا والله هي بالنسبه كقانون مو غاليه. يقول القانون مو غالي، هو هسه انت اذا خالفته تمشي دفعوك يعني 500 ألف. نسبة ضئيلة للعامل العراقي شغله بالبلد. اكو عم جاي سياحة هم، او بطريقة سياحة جايين، ما جايين عمل هم. اعدادهم هو عم 5000 من 6000 هنا، راح من موقفهم. انا هسه الاكثر شيء المأثر علينا المصريين. يعني ابسط شيء هي دفعة الأرمنة، هذا العامل الأجنبي بدأ ينافس العامل العراقي.